حياكم الله. طبعا نبدا بالفقره الثابته والدائمه يا نهى، نتعرف على ابرز ما جاء في المشهد السعودي موجز. مبادره مستقبل الاستثمار منصه عالميه مهمه. المملكة العربية السعودية تتربع على المرتبة 25 في سرعة الإنترنت عالمياً. اليونسكو يعتمد السعودية مقراً للمركز الإقليمي للحوار والسلام العالمي. أكثر من 28 ألف سائح قدموا للمملكة عبر جميع المنافذ خلال شهر. نظام جديد للجامعات السعودية يسمح بافتتاح جامعات أجنبية.